بركاته. صباح الخير يا عراق. العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض. نعم. شو تقول؟ ورمح الله لا ينكسر. نعم. تحياتي للعراق والعراقيين ولجميع متابعينا الأحبة من كل مكان. اليوم شنو من الأيام؟ اليوم الاثنين. شقد بالشهر؟ اليوم 19 التاسع عشر. شوف لنا التاريخ. 19. نعم، التاسع عشر من شهر يونيو حزيران 2023. أيام العمل في سوق مواشي محافظة ديالة هو الاثنين والخميس، ويبدأ العمل من الفجر قبل الظهر. يعزل السوق، مكان السوق قرب مديرية مرور ديالة. نأكد هذا لأنه هواي من متابعينا يريدون يعني يسألون ويستفسرون عن مكان السوق. اليوم نقدم لكم أسعار الأضاحي في سوق مواشي محافظة ديالة. طبعا سوق كبير جدا، أضاحي كلها متوفرة بكافة. السوق غالي صحيح، مثل ما تفضل سيد وليد، السوق حسب ما لاحظنا السوق غالي. لا تنسوا هذا كله سوق الأباشير. هاي رفطة كاملة. لني مليونين ونص. هاي الربطة كاملة الزوج الاثنين. خوش أباشير حلوة. الله يحفظك ويعزك على راسي عمري. هذني الزوج 1,700,000. وكاس بيان البريسم شو عندكم هنا؟ احكوا لي. حوالي عندكم حوالي؟ ايه. انت شو اسمك؟ حسن. حسن. وانت؟ يعقوب. وانت؟ عبد الرحمن. هلا بعبد الرحمن. هلا بالشباب الاريحيه. عندنا هاي هوشه. ايه. جبة يعاملون عليها نهايتها 1,900,000. اليوم خشنة. اليوم خشنة عمي. عملتها 750,000. دير بالك لا يروحن. اي 400. قلت لك هذا 6 زوج ورا يرهمن ضحايا. مو ضحايا يرهم ضحايا كله يرهم ضحايا. مخصومات بستة زوج. مخصومات ب 6 600. الواحد يطلع على 300. 300 يطلع الواحد. بيهن فطايم. بيهن فطايمين. هم بيها فطايم. فطايم والحله خبر. نعم نعم نعم. هذا كله سوق الاقصابه. ليش هذا عمري؟ عمي اشتريته. انت اشتريته؟ ايه. ضحية تريده؟ ايه. عافية. ما شاء الله خير من الله. ليش اخذته؟ 525,000. يسوى. الله عليك. خوش طلي خير من الله. موفقين ان شاء الله. الله يسلمك. واصل ان شاء الله واصل. استاذ ماجد الله يسلمك. عيني. استاذ ماجد. عيني. عزك عيون استاذ ماجد. نعامل الزوج بسبعه وبيها مجال. سبعه وبي مجال ان شاء الله. يرهمنا ضاحي لو بعدها. يرهمنا ست شهور. اه ست شهور حجي. نعم. خير من الله. ست شهور. نعم نعم. استاذ شلونك؟ حفظك ربي. صح الاحوال. خير الله ان شاء الله. للخابور وابعد بشبدي دقه والبسمار. اي وابعد. انا نطرت الظعن لان الظعن مبعد وبيدي هيلت التراب.
الله يا الحبيب يا يا الحبيب طبعا هم وين؟ شال للخابور وابعد يا يابه للخابور وابعد سلامنا للخابور واهلها الله يسلمك ممنون عيني. ممنون ابو طارق عيون انت عيني الله تخلى على الراس ليش هاي الاسخلة عيني؟ هنا حكي 550 هذا شنو وضعها فارغه مو؟ فارغه شارع عشار عليها؟ عشار شقد عليها عشار؟ عشارين شهرين ونص عليها عشار 550 عملوا بيها مجال؟ بيها مجال بيها مجال التوفيق الله يسلمك ومقدما واصل رحم الله والدك شلون صار؟ احكي لي هذا خشن ما شاء الله صار ب 400 والله خير ان شاء الله اي والله كل التوفيق الله يسلمك رحم الله والدك هذه ب 800 يعاملون عليها مهند ماهر ايوب من يا مكان من شاربان على راسي شلون هشاربان خير من الله الله يحفظكم اشتريته وبعته والله اشترينا اشتريته اشترينا هذا اللي يقول له لو قعد حظه باع له واشترى له موفقين ان شاء الله الله يسلمك شو اشتريته احكي لي شو اشتريته والله اشترينا مطفل وراه توب اسخله اسخله ايه ليش صارت والله صارت 3.25 325 ايه موفقين الجبلي او ماعز المرعز هذا مو المرعز مرعز نص على جبلي نص على مرعز اي شلون عملته الجبلي عملته بستة ثلاثة كلهن ايه ثلاثة بس شو ذن ضعاف هن عادة ضعاف هن اشتريناني ها انتم اشتريتوني خير حلو حلو ابو سرمد وابو علي من يوم كانتم مستشفى رازي على راسي تسلم راسك قلت نتابع القناه ايوه نتابع 24 ساعه شنو رايك بالقناه والله ذهب وفاخر انتم ذهب بالله العظيم على راسي انتم ذهب نبت تواصل بغير مكان انت تروح نبت على الهون نبت بغير مكان صحيح اي مضبوط على راسي طب بحقين نعم اي اكو السوالف قديمه مال الحجيه ايه؟ السوالف على الخضره تقول لك انا حش من نايه عرج واحد من البيت انجل ما اقطع عرج واحد من الخضره ما اقطع صح اي بالله العظيم على راسي السوالف القديمه ابو من انا ابو سامي على راسي حفظك الله قلت اتابع القناه نعم رايك بيها والله تعطيني معلومات كامله السوق اول باول او اعرف السوق شنو هو اول باول خير ان شاء الله يسلمك من يا مكان انت انا من شربان على راسي من شمال البغدادية نتشرف فيكم انت شرف يا قريه انا بغيرة سلسله العباسيه على راسي الله يستر عليك سلامنا لكل قرى شهربان ربي يحفظك ويسلمك عين يحفظك ممنون لك مود من النهروان يجيب تبن مو تبن احكي لي هاي اول مره القياس ايش قد انا ابو 60 60 اي سعر 2.5 زوج بيع 2.5 انت دا تبيع هسه هنا موفق الله يديك وكل ربعك همينا موفقين ان شاء الله بارك الله فيك شلون هالنهروان والله خير من الله يعني موفقين السوق الحمد لله الله بخير عليكم الله يحفظك عيني هذا كله مشاهدينا سوق التبن اه والله العظيم تبن رخيص بلاش التبن سوق 2.5 بلاش اي ابو 70 اي اي بالله هاي جوبك معقوله نعم هذا كله سوق التبن شلون سعر التبن؟ ثلاثة ايش قد قياسه هذا؟ ابو 60 ابو 60؟ اي نعم خير ان شاء الله خير بشك عيون استاذ عيني عمرك غالي بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير حبيبي استاذ مالك صباح النور عمرك يحفظك ربي ما شاء الله شو خير من طفل الله طفل حيوان اذانه 57 ما شاء الله قياس فيته هسه قسته انت قسته بيدك اي قدامي يعني استاذ اي حيوان خط طول ما شاء الله اي بعد رحم استاذ شنو هذا كله طيران اي استاذ اي حيوان خط طول حيوان اليف على قفاز انطي اها اي تحيا خط طول واحد عراق شوف شوف الالافه شوف وين يصعد استاذ ماجد حبيبي عيني تحياتنا لاخواننا في الموصل في بعشيقه تحياتي لبعشيقه واهلها بعشيقه واهاليتها والموصل الموصل شلع قلع كافه المحافظات العراقيه كل العراق نعم اي شعبنا العراقي بارك بك اخواننا هذا احلى مقطع راح اهديه لاخوي الغالي كاكا سالار 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 اليزيدي على راسي انت وياه خابرني واتصل راسي من عندي اي ونحب نقول له يا بلادي ركبوا بلم بس كون ما يضلون لك يا بلادي حتى البحر بالعراق يخون
يا بلادي زلمك زلم والراح خلي يروح يا بلادي لك شي سافرت شي هاجرت شي بالبحر ميتين شي مختلف شي مختلف شي بين هاي وبين تحياتي للجميع خصص عم البحش يقتل تحياتي الشعب العراقي جميعا حفظ المحافظات تحياتي لسالار السالار اخوي الغالي تحياتي لك حيوان خطوة العمي نعم غبة ويمية راح فول هذا شوف مشي الأستاذ ماجد إذا ويا الحلال يغيره يمكن هذا يغيره هذا يبدل هاي سنوني أي. نعم هذا الحيوان هذا ذبه ويا شوامي ذبه ويا شوامي غير الشوامي مالته أستاذ جرجر رذان قرين حيوان بصمة شوفه مواصفة كلش حلوة راقي نعم هو راقي حلو ما شاء الله فحل حلو كان عندهم التعاليق كان طبيت على التعاليق قبل 3 ايام 4 ايام يقول لك على العمله ايش قال يسال على العمله اي احنا ايضا نسال على العمله عم اخوتي الغالي متابعين نارين الحنين متابعين استاذ ماجد الطليحي احنا بالخدمه حبيبي العمله ايش قال العمله مالته ب 1400 عمله وبمجال للطيبين بمجال وبلاش ما عنده عمي ونسال التوصيل كافه المحافظات هو على التوصيلي التوصيل كافه المحافظات موجود عندي انت توصل مو انا اوصل لا عندي مندوبين لا يعني قصدي اي هو انا اي إيه؟ إيه موجودين مندوبين وين بيا مكان احنا موجودين الحياه يعني للجميع. اسمح لي الباب البيت الباب البيت والله العظيم لا ذاك اللي طلبناه بالحديقه مال بالانبار الرمادي بالحديقه طلبناه والله مو بس قبل الحديثه هم طولنا جوا عمي كلهم اهلنا كلهم اهلنا وتحياتنا لهم واحد من اولادهم الله يبارك بيك عيون استاذ على راسي هلا هلا بنارين على نارين ودوني ودونا ودوني للمحبوب خلي اشوفه شويه نارين بعد ما كل يوم بس هو ذيه خلونا روحا للمحبوب سلوا علي قل لحبيب اشتاقي بس قول شويه تحياتي لكم تحياتنا هلا بنارين نارين يا الماشي للمحبوب لك عندي وصيه ولا حبيبي لاقاك وصي علي تدري القلب مشتاق ما يحمل فراق ما يحمل فراق واتمنى روح الصيف طير وتجيكم وتظل حد ما موت تفتر عليكم تحياتي لمتابعينا خصنص عمي شعب العراقي ينتظرونا غريبين في الامارات انا استاذ ماجد ان شاء الله ان شاء الله تحياتي سوق الامارات للمواشي سوق الامارات موجودين ان شاء الله موجودين ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم السلام ورحمه الله كل اهلا بيك عيني انا ابو احمد اي عيني شيلنا اليوم مسك الختام يمك ها اليوم هم رجعنا على مسك الختام اي اليوم نقول واحد يتقرب لله بوالدي بالوالدين بالوالدين لا ماده ولا تعب ولا بالصلاه ولا بالصوم بامه وابو اي ابا اللي تقرب لله بأمه وأبوه صحيح ودعوة الوالدين مستجابة اللي يرضى إيه؟ اللي يرضى أمه وأبوه خلي يأمن صحيح يأمن يعني شقد سهلة الشغلة صحيح أسهل منها ماكو نعم يقال أنه رجل عنده 3 أولاد من رخصتكم محمد إيه أكو رجل عنده 3 أولاد وكلهم متزوجين وعندهم خلف هو ميسور الحال نعم عنده مال إيه خوش مال والله كبر والدتهم العجوز توفت ظل هو قال أنا ولدي خوش ولد خلا وزع المال عليهم نعم وزع المال عليهم كلهم راحوا كل من فتح لبيت ومال هو خلى الشيء الجزء البسيط خلاه لبيت صغير إلى غرفة خلنا نقول نعم. ظل بيها مشوم انت وزع المال ظل عقته ظل وحده صارت التعامل غير شكل صارت غير شكل ظل وحده والله فاتت ايام راحت اشهر فات سنه لا نسو اي ابا لا نسو ظل هو تعبان لا احد يغسل ثوبه لا احد المهم عنده صديق وفي مر علي قال خل اشوف صديقي يقول من مر علي قال لقاه بحاله يرثى له قال وين مالك واولادك قال لاني والولد كل من بيته هذا مدلل مرته وهذا مدلل جهاله وهذا ينقله هيجي قال لو انت قال انا اعطيتهم المال هذا حالي صار حالي ما يراد قال له خوش الزلمه صديقه داهيه نعم يقول راح جاب له شو اسمها هاي شلون الحب يعني هاي البستوقه البستوقه بس كبيره ايه؟ تنقه نعم كبيره جابها كان يترسها رماد
وتراب وحصو وسيان خبطها ترسه وتشد له قبق قبقها قال حفر حفره بالغرفه اللي قاعد بها الشايب نعم وكان يجيب البساط مالت الشايب فوقها ورا ما دفنها ايه قال ادنام هنا وما لك شغله انت انت لك قلت العربه العيش البارد لك ايه يقول كان يروح على ولده هذا الصديق الوفي راح على ولده قال لهم ابوكم اخباره قال له والله ناسينا حصلا حتى ناسينا قال لهم شلون وزع لكم اموالكم الاموال هيك كل من بترافين فول ولده ثلاثتهم أيه. قال لهم ولكم انتم جاي تسولفون وكنتم انتم هاي انطاكم جزء من المال 10% من المال ما منطيه المال نايم عليه المال ابوكم نايم عليه جوال جوال بصاد صدق تقول قال له كله ذهب و... أيه. والله اجت كبير عليه يركض أيه. شافها تنقى قبقها هيك مليانه قال لك هاي والبصاد عليها قال كان صارون هي متروشه ذهب محفوظ السلامه وكان يجيب مرته وجهاله ومرته تجيب له الاكله الزينه يا مو يدارونه يدارونه يا كثره احبابي يوم ظرف دبس اي والله الثاني جاب مرته وجهاله قال له مرتي مسويت لك الاكله الفلانيه وهاي الدشداشه جبت لك اجى الصغير كذلك ظلوا شالوا شيل امه واولادهم امه واولادهم شالوا شيل نعم الى ان يريدون يموت بعد قاموا ينتظرون لدى يموت النوم اي حتى ياخذون التنقه مالت الذهب زين والله فاتت ايام فتره توفى الشايب فتره الحداد احنا ماشي عندنا ثلاث ايام اي انتهت الثلاث ايام ورا ما انتهت الثلاث ايام تعاركوا على التنقه شفتوا التنقه اي واحد يقول واحد انا افتح والله اجى الصديق الوفي صديق ابوهم اللي ابو الخطه قال لهم انتم شو قالوا له واحد يقول واحد انا افتحها انا اريدها قال له والله اكو خوش عارفه هنا خلوا نروح للعارفه هو يحلها بيناتنا نعم اخذهم الصديق ابوهم وداهم للعارفه الخوان الثلاثه العارفه قال لهم عمي انتم علش مختصمين هيك انا عندي حل لكم جيبوا نسوانكم وجهالكم بس هو الصديق سولف السالفه للعارفه ايه سولفها بما انزلت بينه وبينه نعم يقول كان قال له جيب كل واحد يجيب مرته وجهاله طببهم بغرفه مثل هاي قال لهم راح وعلقها بالسقف ايه قال لهم راح اكسرها ايه وانتم لموا كل من وذراعه ايه خوش كل من وذراعه ايه يقول له ما يقول له ما طقها وكسرها ايه الغرفه قامت تخنق يا رماد وسماد وحصو ايه وصخام بروسهم الى ان يعني تولوا غردوا بس يشردون من الغرفه اطلعوا طلعوا تلقاهم صديق ابوهم قال لهم هاي خير لكم يعني هذا رضا الوالدين فاحنا رسالتنا اليوم نقول اللي يريد يتقرب لله يتقرب بابو وامه صح افضل من كل شيء حديث الشيء يقول رضا الله من رضا الوالدين الجنة تحت أقدام الأمهات الله يبارك العبادة كلها بتشفة والوالدين بتشفة الله موسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام من كان طفل من أمه ذبته أجد بقى يوم فرعون ما حكى ما تكلم نهائيا نعم أجد المدة سؤال ثاني أطباء التسعة ما هم أطباء من أطباء المذكورين في القرآن تسعة تسعة والسؤال اليوم شوي خلمون على سيد ماجد ما يرجع له طلب شيء ما يرجع له طلب ابد ما يرجع له طلب ممنون كلهم المشاهدين على سيد ماجد على راسي على راسي حسن عيني حياك الله وحيا متابعيك الكرام على راسي عيني سيد ماجد على راسي تحياتنا لك ولجميع جمهورك الكريم الله يبارك سؤالنا لهذا اليوم ما معنى كلمه فرات فرات اي حلو نعم ريد معناها من المشاهدين الكرام ان شاء الله ممنون لك على راسك عيون استاذ الذهب عين استاذ ماجد الذهب عين انت الذهب جاب اليوم ابن صولاق حاضرهن حلق السيف حاضرهن مشاهدينا الاحبه وصلنا الى نهايه المقطع اليوم هو التاسع عشر من شهر يونيو حزيران 2023 ان شاء الله نتمنى ان تكون متابعه ممتعه لمشاهدينا الاحبه وأرقى مشاهدين في كل مكان تحياتي لكم جميعاً.